القطاع الزراعي قطاع كبير بيخص الدولة ككل. يمكن احنا لما بنتكلم عن المزارعين او الفلاحين احنا بنتكلم عن فرد هو كل المجتمع وبيعتمد عليه المجتمع بشكل كبير. الزراعة هي اساس كل المجالات، وعموما يعني مرتبطة دايما التحديات اللي بتواجه اي مجال في الدنيا بفكرة انه هو كبير ولا صغير، هو مهم ولا مش مهم، هو بيخص يعني عدد قد ايه من المواطنين، بيخص كام مجال، بيأثر على كام مجال. فلما بنتكلم عن الزراعة بنتكلم عن مجال من المجالات المنفتحة بشكل كبير اللي بتأثر على بعض الصناعات اللي بتدخل في كثير من الصناعات اللي ما كانتش كلها، وبتأثر ليها دور محوري في الاقتصاد القومي وللمواطن بشكل كبير، وبالتالي بيواجهها تحديات كبيرة، بيواجهها تحديات دورية. النهاردة هنتكلم عن هذه التحديات من منظور علمي، وإلى أي مدى يمكن أن نواجه ونكافح هذه التحديات في الفترة القادمة. مع ضيفي الكريم دكتور فوزي يونس، أستاذ فسيولوجيا الأقلام، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. بنتكلم عن قطاع ضخم، استثمار ضخم بيؤثر على الدولة بشكل عام، وبالتالي حجم التحديات اللي ممكن يواجه قطاع زي القطاع الزراعي شكله عامل ازاي؟ هو القطاع الزراعي طبعا قطاع بيشغل فيه عدد كبير من السكان، بيوصل لحوالي 35% من قطاع من عدد السكان بيعملوا في هذا القطاع، بالإضافة ان هو بيساعد على تأمين الأمن الغذائي لكل السكان في البلد او في الدوله، وبالتالي هذا القطاع قطاع مهم ويجب الاهتمام به، ويجب النظر للتحديات اللي بتواجه هذا القطاع والعمل على التغلب عليها والاقلال منها. وبالنظر وبالرصد لاهم هذه التحديات او العوامل المتاثر على هذا القطاع، بياتي في مقدمتها في الوقت الراهن موضوع التغيرات المناخيه وتاثيرها وارتباطها طبعا بمحدوديه المياه وتناقص معدل تساقط الأمطار، خاصة على دولة زي مصر أو بعض الدول الخاصة بدول الشرق الأوسط. وهذه العوامل المجتمعة بتؤثر على القطاع، ويجب النظر في رصد هذه المتغيرات والعمل على التغلب عليها للنهوض بهذا القطاع لخدمة المواطنين وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين. إحنا بنتكلم على تنمية مستدامة في الفترة من دلوقتي لحد 2030، وعندنا مرحلة تالية من 2030 ل 2050. إذا احنا بنتحدث عن يعني زي ما بيقولوا تحديات سابقة، اللي هو المخلفات من سنوات كتيرة كان مهمل فيها القطاع بشكل كبير، إذا بنعالجها دلوقتي ننتظر تحديات قادمة على المستقبل القريب، وأيضا ننتظر تحديات على المستقبل البعيد اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي 2050. لو هنتكلم عن التحديات اللي يعني خلفتها لينا فترة إهمال القطاع الزراعي لسنوات كثيرة ماضية، يمكن يعني كترت عن عشرات السنوات. طبعا لو احنا اتكلمنا على المحددات اللي هي بتؤثر على القطاع الزراعي ورصدنا زي موضوع التغيرات المناخية، هي طبعا هي بتعريفها ببساطة هي تعتبر ظاهرة عالمية ولكن تأثيراتها تأثيرات محلية. والتغيرات المناخية مرتبطة طبعا بارتفاع في متوسط درجة الحرارة، وطبعا احنا شاهدنا ارتفاع في متوسط درجات الحرارة في السنوات السابقة، وعملية ارتفاع متوسط درجات الحرارة بيكون لها تأثير عكسي أو سلبي على إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الحيوانات والثروة الحيوانية، بالإضافة لانتشار واستحداث بعض مسببات الأمراض والتأثير على إنتاج الأعلاف اللي هو المادة الغذائية للحيوانات، وما ينعكس على نقص أو محدودية المنتج من هذه القطاعات وتوفير، وبالتالي يؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين. وبالتبعية النهاردة لما نيجي نتكلم على النهاردة ارتفاع درجات الحرارة بيعقبه طبعا بعض الحاجات الخاصة بالفيضانات في بعض الأماكن والجفاف على ندرة تساقط الأمطار في بعض الأماكن الأخرى. طبعا بالنسبة للنظر لمصر طبعا بتعتبر في مقدمة الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وإن كانت بتأتي في أقل الدول انبعاثا في ثاني أكسيد الكربون. وثاني أكسيد الكربون طبعا يعتبر يعد من أهم غازات الاحتباس الحراري، وتأتي غازات الاحتباس الحراري بشكل عام في ثلاث غازات. ثاني أكسيد الكربون في المقام الأول، وبتشارك الزراعة بصفة عامة بنسبة 25% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بيأتي في المقام الثاني الميثان،
وتشارك الزراعه فيه والثروه الحيوانيه بما يصل ل 50% من انبعاثات الميثان. والميثان وان كان يشكل نسبه اقل من ثاني اكسيد الكربون الا بياتي تاثيره عظيم واعلى، لان بيصل قدرته على الاحترار والاحتباس الحراري ل 27 ضعف مقارنه بالكربون. بياتي في النهايه اكاسيد النيتروز، وهي مرتبطه طبعا بعمليات التسميد الكيماوي في التربه وتوجه بعض المزارعين لاستخدام المفرط فيها، بينتج عنها اكاسيد النيتروز. وهذه الغازات الثلاثه المجتمعه بتشكل غازات الصوبه الزراعيه اللي هي بتقوم بعمليه الاحتباس لدرجه الحراره وتعمل على ارتفاع متوسط درجات الحراره في الجو المحيط بالنبات او الحيوان، ومما ينعكس تاثيرا سلبيا على الانتاج. الاستثمار في مجال البحوث عموما، يعني دايما الاستثمار بينظر له على انه هيؤتي بثماره امتى، فحضرتك شايف انه يؤتي بثماره بشكل مباشر وبشكل سريع ولا على المدى البعيد؟ الاهتمام بالبحث العلمي في النقاط المرتبطه بالمحددات ورصدها طبعا ده مهم جدا وهو غايه في الاهميه، لان طبعا عمليه الدراسات المرتبطه او الدراسات العلميه المرتبطه دي بتاتي على نطاقين، فيما يسمى بعمليه التخفيف ميتيجيشن، وفيما يسمى بعمليه التاقلم اكلمايزيشن المرتبطه بهذه النقطه. وعمليات التخفيف دي طبعا بتهم بعض الدول المتقدمه، وممكن عمليه التمويل لا تعني ممكن تعمل عمليه تمويل لها في بعض الدول الاخرى، مما يعمل على ايجاد ما يسمى بسوق الكربون وايجاد بعض النقاط المرتبطه به اللي بتبقى في حاله بعض الدول اللي بتقلل الانبعاثات لصالح هذه الدول، وبالتالي امكانيه وجود بعض المشاريع الممولة من الخارج للعمل على عملية التخفيف. إنما على النطاق الأمد الطويل عملية التخفيف لا تجدي، ولا بد من الاتجاه لعملية التأقلم، والتأقلم ده سواء على نطاق النبات أو على نطاق الحيواني برصد المتغيرات والعمل على الاهتمام بالسلالات المحلية والانتقاء بينها لإمكانية استخدامها في المدى القريب في حالة ارتفاع متوسطات درجات الحرارة اللي بتؤثر تأثير سلبي على كثير من الحيوانات اللي هي مهجنة أو الحيوانات اللي هي موجودة بشكل نقي أو المستوردة، والتي لا يمكن تحت مثل هذه الظروف من الإنتاج أو ممكن تنقرض كلية في مثل هذه الظروف. يمكن الاستثمار في مجال الزراعة في الفترة دي بدأ ينشط، يعني احنا شايفين انه بدأت ناس كتير تتجه للاستثمار نحو الزراعة، سواء كان في الاستثمار في المناطق الصحراوية او البحث العلمي الخاص بالزراعة او التصنيع الزراعي، كل مجالات الزراعة. حضرتك تفسر ده بإيه؟ هنفسره طبعا بالوعي بتاع المواطن طبعا بأهمية هذا القطاع، وطبعا بالإضافة طبعا أن العائد الاستثماري في الاستثمار في القطاع بيتراوح من 30 ل 35، ويصل أحيانا ل 45%. ده طبعا العائد بالنسبة للمربي أو القائم بعملية الاستثمار، بالإضافة إلى أخرى إلى توفير بعض المنتجات اللي هو بيعتمد عليها في غذائه وغذاء الآخرين. وبالتالي النهاردة لا غنى عن الدخول في الاستثمار في هذا القطاع وعدم التراجع تحت اي ظرف من الظروف اللي هي الموجوده من المحددات اللي احنا بنتكلم عليها اللي بتاثر على القطاع بشكل سلبي او بشكل عكسي. وبالتالي لابد الاهتمام من عمليه الاستثمار وتمويل البحوث والاستثمار في المشاريع المرتبطه بالقطاع الزراعي. حضرتك قبل الفصل كلمتيني عن وحده الميه وعلاقتها بالانتاج الحيواني او علاقتها بالثروه الحيوانيه، الى اي مدى الموضوع مرتبط ببعضه؟ يمكن احنا دايما بنتكلم عن المياه او توجيه المائي او ترشيد المائي او ما الى ذلك، وبنربط ده بشكل كبير جدا بالقطاع الزراعي، الري، تحويل الري التقليدي الى ري سطحي او ري حديث او حديث كذا، لكن حضرتك كمان بتتكلم عن فكره الثروه الحيوانيه وعلاقتها بوحده الميه. طبعا وحدة المي مبدئيا ان لما نيجي نبص على القطاع الزراعي بيستخدم من نسبة تصل الى 70% من المياه العذبة المتوفرة في القطاع الزراعي لوحده 70%. في الاستخدام المنزلي بتصل ل 10%، الصناعة بتصل حوالي 20%. فبالتبعية النهاردة النسبة العظمى بتستخدم في القطاع الزراعي. في داخل ال 70% بنصل لحوالي 30 ل 35% من الكمية دي بتستخدم في قطاع الانتاج الحيواني. وطبعا مع محدودية المية وبعض المشاكل الخاصة بالمنطقة، وطبعا يعني عملية المحدودية ديت على مستوى العالم، تراجع المقررات أو المخصصات المائية لاستخدام الفرد أو استخدام المنتجات، وبالتبعية النهاردة لابد النهاردة النظر إليها والعمل على إيجاد طرق حديثة واستخدام عملية الريسايكلينج أو إعادة التدوير
للميه الموجوده دي، ما عملش عمليه فقد للميه بشكل مباشر من استخدام واحد، بالاضافه طبعا ممكن اقوم بعمليه دمج لبعض الانشطه، وليكن قطاع مثلا زي قطاع الثروه السمكيه مع قطاع الانتاج الحيواني مع قطاع الزراعه سواء الخضروات، بعمل عمليه دمج على اساس استخدام الامثل لوحده الميه واستخدامها اكثر من مره وعدم خروجها من دائره الانتاج الا بعد الاستفاده القصوى منها. احنا بصمه الميه ليها اتجاه عالمي كمان. هي طبعا اتجاه فيها حاليا دلوقتي اتجاه عالمي لايجاد بعض البصمات المرتبطه بالنقطه ديت، على راسها بصمه الكربون وبصمه المياه وبصمه النيتروجين والبصمه الايكولوجيه او ايكولوجيكال فود فينجر برينت. طيب خلينا نتوقف هنا ونعرف للناس يعني ايه البصمه المائيه. البصمه المائيه ممكن باختصار ببساطه جدا نقول عليها ان هي عدد الوحدات من الميه او عدد لترات الميه اللي هي بتدخل في انتاج وحده وليكن كيلوغرام من الماده دي. يعني مثلا باختصار جدا يعني ممكن مرتبط طبعا نقطه البصمه ديت بعمليه ما يسمى بالماء الافتراضي. يعني زي ما جينا في فتره من الفترات كده بيتكلموا عمليه تصدير بعض الحاصلات الزراعيه الارز او البصل او غيرها، بيقول مثلا انا في الحاله دي ما بصدرش المنتج ده كبصل او ارز أو هذه المكونات، انا بصدر في الاصل ميه، لان عدد الوحدات الداخله لانتاج وحده كيلوغرام من هذه المنتجات بتوازي رقم معين. وطبعا الرقم ده لا يستهان به، فانا ممكن اضرب مثل بسيط جدا، يعني كوب نسكافيه ساده ممكن بيصل لحوالي 140 لتر ميه للحصول على هذا الكوب سنويا. لا الكوب اللي هو يعني مش عمليه عدد ال 50 سنتي او ال 75 ملي الموجودين في الكوب فقط او ال 100 ملي، هم دولت لا، تكوين عدد احتياجات القهوه او النسكافيه دي للتكوين خلال مرحله الزراعه وعمليات الزراعه المختلفه وصولا للمنتج وصولا للاستخدام بتستخدم حوالي 140 لتر ميه. لو استخدمت النهارده في الاكل العادي مراحل يعني مراحلها المختلفه لغايه وصول الاستهلاك، مش التكوين مش الاستهلاك التحضير يعني لغايه الاستهلاك. تمام كلها. فبالتبعيه النهارده الماء الافتراضي وبصمه المياه اتجاه عالمي، لدرجه ان في بعض الاحيان حاليا لما نيجي نبص لترتيب الحصلات وترتيب المنتجات ممكن نقول الخضروات بتعتبر اقل استخدام في البصمه المائيه، باعلى حاجه في استخدام البصمه المائيه اللحوم الحمراء. وبالتالي اعاده الترتيب النظر وجهه النظر العالميه حاليا لاستخدام اللحوم الحمراء في كرفاهيه حاليا، لان بتحتاج اكبر كميه او عدد وحدات اكبر من المياه. طبعا لما نيجي نرتب الميزه النسبيه للمنتج او الانتاج الحيواني بياتي في المقام الاول الالبان لان تستخدم اقل، ياتي بعدها اللبن او البيض، ياتي في المقام الاخير اللحوم الحمراء. بتنعكس الميزه النسبيه دي من بعض الدول الى اخرى على حسب توفير المياه الموجوده، المياه العذبه المستخدمه في القطاع. يمكن يعني فكره ان انا بشرب يعني كوبايه نسكافيه الصبح ابقى عارفه قيمه 140 لتر، يعني كوبايه النسكافيه اللي احنا بنشربها الصبح دي علشان توصل لينا وعلشان يعني بنستخدمها احنا تقريبا كمان ما فيش حد فينا بيستخدم مره واحده. عايز اقول على حاجة في اليوم يعني لو استخدمتها مثلا باضافه بعض اللبن ممكن تصل ل 200 لتر. يا سلام لو تدينا بقى 200 لتر ميه بشكل يعني كده صحيح. طبعا ده يعني حق طبعا لا لابد من الترشيد بقى وفكره ترشيد. بس ترشيد ما هو الترشيد برضو احنا بنتكلم في ترشيد، يعني الناس برضو لما تقول لك طب احنا هنرشد في ايه، يعني هنرشد في كوبايه النسكافيه اللي احنا بنشربها فنشرب نصها يعني؟ لا لا لا. ولا احنا بقى بنتكلم في من البدايه الممارسات. من البدايه في الممارسات الزراعيه ايوه اللي هي بتستخدم الكميات العاليه ديت لتحت الفرصه النهارده ان انا ادخل اكتر من منتج واعمل عمليه دمج لهذه المنتجات للاستفاده القصوى واستخدام وحده الميه اكثر من مره وعدم خروجها من دائره الانتاجيه الا بعد استخدامها. احنا عندنا يعني بقينا عندنا تحليه مياه بشكل كبير، بنشتغل على الصرف الصحي وبنشتغل على المحور الثالث اللي هو زي ما قلنا فكره الري الحديث او الري بالتنقيط او الري السطحي. خلينا ناخد الجزئيه الاول اللي هي الخاصه بينا اكتر، الري بالتنقيط. الى اي مدى تحويل ممارسه الفلاح من الري بالغمر او الري التقليدي الى الري الحديث يساهم في توفير بصمه المياه او كميه المياه المستخدمه للزراعه؟ في حاله طبعا اتجاه او الاستخدام اللي هو بشكل طبيعي القديم الري السطحي بيتم هدر لكميات كبيره من المياه ولا يعاد استخدامها، وبالتبعيه النهارده مع محدوديه المياه وتزايد العدد السكان والاحتياج لكميه المياه دي لابد من الاتجاه لطرق حديثه في عمليه الري لترشيد الاستخدام في المياه.
اللي هي بيتبعه طبعا زياده مساحه الرقعه الزراعيه، لان طبعا في حاله ترشيد استهلاك المياه ممكن ازود الرقعه الزراعيه، وبالتبعية النهارده ازود الانتاج من منتجات اخرى، وبالتالي اعمل عمليه الامن الغذائي يكون متوفر للمواطنين. فعمليه الترشيد ديت يعني حاجه ملحه لابد طبعا من الاتجاه لها. تماشيا مع ده احنا بنشتغل ايضا في مركز البحوث بخطط معينه تتناسب مع فكره ترشيد المياه، مع فكره التنميه المستدامه، مع فكره اننا بننتهج سياسه جديده، سياسه زراعيه جديده. لاي مدى احنا بنشتغل على فكره توافق كل هذه الخطط ببعضها البعض؟ المياه زي ما حضرتك اتكلمت عن التغيرات المناخيه، نوع التربه وما الى ذلك. طبعا التنمية المستدامة طبعا ده منظور عالمي واتجاه عالمي تبنته الأمم المتحدة، وطبعا صاغت 17 هدف للتنمية المستدامة، وتم بدأ العمل عليها من 2016 وبتنتهي 2030. وطبعا الموضوع مش هينتهي على 2030، لا، امتد طبعا نظرة مستقبلية طبعا 2050 لرصد بعض المتغيرات وتبني بعض السياسات المرتبطة بنظم الإنذار المبكر ورصد البيانات عامة وتجميعها وتوفير البيانات والداتا لمتخذ القرار لعمليه التوجيه للسياسات الزراعيه في الاتجاه السليم. واحنا طبعا حاليا في مصر حاليا في التوجيهين للاتجاه السليم عن طريق استخدام طرق حديثه في الزراعه، ادخال نظم ونماذج زراعيه حديثه، استخدام طرق حديثه في عمليه الري لترشيد استخدام المياه، ادخال بعض المحاصيل اتجاه لانتاج بعض تقاوي بعض البذور بتاعه المحاصيل وعدم الاعتماد عليها من الخارج، لتبني سياسه ما يمكن انتاجه لا يمكن استيراده. على اساس طبعا لابد طبعا من اهتمام بهذه النقاط وتقويتها، والاعتماد على انتاج محلي بنسبه 100% من كل الامور، وخاصه توافق مع توافر الموارد الطبيعيه وتوفرها وامكانيات كل هذه الموارد موجوده، فلابد من الاتجاه لانتاج هذه المنتجات داخل البلد، مما يتبعه طبعا عمليه تنميه حقيقيه وتنميه مستدامه. والتنميه المستدامه طبعا بيقصد بها طبعا النظره المجتمعيه ودمج المجتمع في قطاع الانتاج واحتياجات المجتمع وتوفيرها، بالاضافه طبعا الى انذار المبكر ورصد لهذه المخاطر وامكانيه التدخل في الوقت المناسب لحل مثل هذه الظروف. احنا معانا على الشاشه اهداف التنميه المستدامه، يمكن في شكل شويه انفوجراف زي ما حضرتك يعني وصيت بيها. التنمية المستدامة عموما يعني هي اتجاه دلوقتي حديثا، حتى في بلاي كتير من بيانات مجلس الوزراء كان الأول يجي البيانات أو تنشر البيانات ككلام. دلوقتي احنا انتقلنا لمرحلة أخرى وهي فكرة إنه الشجرة أو فكرة الإنفوجراف زي ما حضرتك يعني بتوضح لنا في هذه الصورة. طبعا عملية التنمية المستدامة تنمية في كافة القطاعات الدولة وليس القطاع الزراعي فقط. فلما نيجي نبص لل 17 هدف بيضم كل القطاعات، لو كان عرضناهم على السريع كده، القضاء على الفقر والقضاء على الجوع والصحة الجيدة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة والمدن المجتمعية المستدامة والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي المرتبط بالتغيرات المناخية والحياة تحت الماء والحياة في البر والسلامة والعدل والمؤسسات القوية للدولة وعقد الشراكات والحقوق والأهداف اللي هي ما بين المجتمع ما بين القطاعات المختلفة. طبعا دي أهداف التنمية المستدامة الإنمائية للأمم المتحدة. تمام. دي اللي أقرتها الأمم المتحدة 17 دولت اللي أنا بيتهم علشان نقول إن إحنا عندنا تنمية مستدامة. لا، أنا بشتغل عليهم في كافة القطاعات لتغطيتها، وبعدين لما بغطي كل النقاط ديت فأنا بصل في الحالة ديت لما يسمى بالتنمية المستدامة اللي هي مرتبطة بالإيه بالزمن، مش مرتبطة إن استخدام مورد وخلص على المورد وانتهي بيه فترة زمنية وانتهي، لا، أنا بعمل استدامة للمورد. يعني باخد احتياجات من المورد وبحافظ عليه للفترة القادمة. طيب خلينا نرجع مرة تانية معلش لأهداف التنمية المستدامة. احنا بنتكلم عن 17 هدف، معلش نرجع لأهداف التنمية المستدامة تاني. منهم 17 هدف، القضاء على الفقر كذا وكذا 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 وكذا، اللي بيخص الزراعة بشكل أكبر من هذه الأهداف. أعتقد أنه هو يعني الحياة تحت الماء سمكية أكتر.
لا هو حضرتك لما نيجي النهارده يعني احنا لو هنقول ان احنا شغالين على هدف، الهدف الاكثر من ده اللي بيخص الزراعه، اي هدف من دول؟ اللي بيخص الزراعه هو القضاء على الفقر، لارتباط عدد كبير من السكان في العمل في القطاع، وتوفير وبعد القضاء على الجوع لتوفير الامن الغذائي والصحه الجيده مع التغذيه الجيده والصحه جيده والمياه النظيفه طبعا مرتبطه على استخدام ممارسات زراعيه جيده، بيتبعوا طبعا توفير كميات من المياه النظيفه لاستخدامها في قطاعات اخرى، وممكن برضك جانب الطاقه النظيفه عن طريق طبعا البايو فويل واستخدام بعض الحاصلات المرتبطه بالذره لتحويلها للوقود الحيوي، بالاضافه طبعا استهلاك والانتاج المسؤولان على اساس طبعا بيبقى في عمليه انتاج مرتبط بالاستهلاك، وفي عمليه يعني زي ما يقولوا مساواه او بالانس يعني توازن بين الانتاج والاستهلاك وعدم الاستخدام الجائر للمورد، والعنصر المناخي والحياه تحت الماء المرتبطه بالثروه السمكيه والحياه في البر. يعني باختصارا كده ممكن نقول مجمل 17 هدف ممكن يستخدموا في القطاع الزراعي. طب خليني اقول لحضرتك ان انا فعلا شفت ده، يعني انا من قبل قراءه العنوان انا يمكن علشان شويه موضوع الزراعه اللي هو الهدف الاسمى والاكبر اللي احنا بنتكلم فيه طبعا. فانا قريت كل الاهداف على انها تخص الزراعه، يمكن هنا في هدف احنا بنتكلم عن التعليم الجيد، احنا لو عندنا تعليم جيد هيبقى عندنا بحث علمي جيد تمام. وبالتالي هيبقى عندنا تمام. ابحاث جيده تطبق تمام. على ارض الواقع تؤدي في النهايه الى تنميه مستدامه، فقيس على ده كل الاهداف هنلاقيها في الاخر مرتبطه بشكل كبير جدا بالبحث العلمي. خلينا ننهي الفقره بما يمكن ان تراه دكتور فوزي في الفتره القادمه محققا على ارض الواقع من كل هذه الاهداف. هو انا ممكن يعني نقول لو احنا النهارده اتجهنا ما يسمى بالزراعه الذكيه كلايمت سمارت اجريكلتشر مرتبطه بالمناخ، والزراعه الذكيه ديت بتحقق اربع اهداف اساسيه في الاهداف الانمائيه، اللي هو الهدف الاولاني القضاء على الفقر، والهدف الثاني القضاء على الجوع، والهدف ال 12 تقريبا اللي هو الانتاج والاستهلاك المسؤولان، والهدف اللي هو ال 13 المرتبط بالمناخ. الاربع اهداف دولت لو اتحققوا في الزراعه الذكيه بتكون بعمليه توفير انتاج يعني متوازن واستخدام متوازن للموارد، وإمكانية النهاردة استخدام البيانات المرتبطة بالتغيرات المناخية وما يسمى بنظم الإنذار المبكر وما يسمى بإدارة المخاطر والكوارث وعملية التعويضات المرتبطة للمزارعين في مثل هذه الظروف، وعملية التعويض طبعا بتبقى جزئية ولكن بتعمل عملية سياسة تأمينية للمزارع للاهتمام وعدم الخروج من القطاع، مما يعني ان تطبيق هذه الاهداف بالذات هو معناه نقله نوعيه نحو او السير أفضل. نحو التنميه المستدامه. انا بشكرك جدا على وجودك معنا دكتور فوزي يونس استاذ فسيولوجيا الاقلمه على هذه المعلومات الجيده، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. انتهت هذه الفقره، باقي معانا الجزء الثالث النهارده من حديثنا عن البحث العلمي وعلمائنا اللي مشرفينا النهارده. الفقره الثالثه هنتكلم فيها عن مشروعات التنميه الزراعية القومية وعلاقتها بالبحث العلمي، هيكون منورنا دكتور أحمد عبد العزيز السيد منسق عام مشروعات التنمية بمركز بحوث الصحراء. انتظرونا وابقوا معنا بعد هذا الفاصل.